ولكن الرجل خدام بخير على خير، واخا ما عنده تقاعد ما والو، الوقت اللي مرض صافي قعد انا ما خدامه، هو ما خد القمه بلاش خدام، صافي بقيت كنخدم انا كنخدم صافي. من بعد فتحت في 2017، هو مات في 2017 نيك شهر 11، من وراها 10 ايام وراها مشيت انا فتحت صافي. هي هاديك صافي جيت فتحت، هو هي انا مرض صافي مات هاديك النهار، مات هو قبل ما نمشي نفتح، هو مات في 2017 شهر 11 3 صافي. انا مرض صافي بقيت ندير خدمة ندير والو. البنت وقفت معايا في السبيطار ما تقراتش، الامتحانات هي قاعدة معايا انا قبلها السبيطار التحالي، راك عرفت الظروف كيفاش دايرة. الولد خليته انا مرض معقلش على بوه، باب مريض هو ضيع في الزنقة ولا كرحمك صافي صافي. دخلوا على الناس كيبات في الزنقة بسبب وها مشى لمراكش وما عرفش هذاك تاع مراكش دارو وما عرفش، مشى صغير 18 سنة ولا مع 16 صافي. وتعذبت كرفص يجري يخدم في اول نحات نقاش يجري ويخدم هاك خدمه، يقول لي بيت نجمع بيت ندير بيت ندير ما دار والو صافي. جا تهزم وجا جا بقى هي هذيك ساكنه رانا في الجريفه، ما يخلي لي ما علم يخلي لي حتى شي حاجه، هو درويش ولكن ما ماش قتلو بعد كيقول لاباس عليه حلوه. ولكن مات كامرت كيعذبني عذبني، خدمت عليه متخرج نعس السبيطار نمشي نتبعو نخدم ملي خدمت نمشي نجيبها نمشي عند السبيطار. هاي قعدت تاني شهر ولا 3 شهور تاني ورجعي ديك الازمه يعاود تاني رجعو. هاد الايام ديتو شي عام هادا ديتو الدكتور السباعي اللي خرجت شي دواء، داك الدواء غالي كنشري ليه كنقعد باش يعاون خواتاتي وهادي كنشري داك الدواء. هو داك الدواء مكيشريش يالله مقدم على راسو الا خدم الا ولا لاباس ما ولاش لاباس هاد الزنقة. ويجي هنا صافي كيجي واحد الحصاب كي اش كيرد لينا روسنا حنايا ما يخلي الناس وما يخلينا والو التلفاز ما كطفاش حتى النهار نطفاها في الليل صافي. هاديك بقيت انا تأزمت تزمت عندي الوقت صافي. دوك ما تديت ما نحس ولا ما نحط، جاني مريض الكلام دوك رانا فوق وانا راني قعدت ما لقيتش الله ما لقيتوش عندي جوج ما قالوا لي والو. كنظن نجري ونبات نجري عيت على بجري ما لقيت حتى شي حاجه رجعت قد جاتي. وزيد من ما عندي تا خلصه الدراري ما خدامينش وانا قلت صحة والله العلم عليا قعدت في الغموض صمت صمت تعيط تعطى الله واحد. انا بغيت غير هذيك الدرية اللي لقيت فين تخدم هو اللي يعاوني في هاد الدري دي ولا لاباس عليه ولا تبع لي عدوى ولا وسكينة في الله. هادشي هو اللي بغيت انايا. هاد الدري عييت كنخدم نقول نزيد ونخليه تعطيني يقول لي الناس راه درويش راه هادي هادي قعد عاوتاني قعد الدريات صافي مرضت مرض. هذا هو هي قلت لك انا نمشي نقعد معاكم الدرية ما بقاش كتقعد معانا كتمشي مشيت قعد خالاتها وتمشي تقعد في التيسا عند البنات صافي تعاد تعيا وجيت جيت قعد تاني ما خلناش الناس صافي قلت نجي. الله العالم الله العالم الله العالم بيا حمدت الله شكرت ما عندي ما ندير ولا عطا الله واحد. انا بغيت اللي يعاوني في هذيك الدرية تخدم هذاك الدري والمعيشة خالية عند جايبة 15 في الباك وعندها عامين في الجامعة وما كملتش وما كملتش عامين في الجامعة وما كملتش مع ابن الظروف مع الظروف ما كانش معنويا ماديا كل شيء ما لقيتش داك هذيك كتقول بيت مشى لمراكش ولكن ما كانش باش مشيت كمل ما كانش باش لعطى الله وحده. وانا مريضة ما كنتش نخدم ما نقد نخدم ما نقدر نجيب حتى شي حاجه ما نديرها عطا الله واحد. اي حمدت الله وشكرت انا الحمد انا صامته قاعده في صمت وصامته وقاعده كنطلب الله يشوف من حالنا. وتعصبت هي ما تعجبت اللي يدوي معاها ولا اللي يقول لها خدمه ولا يقول لها ديري صافي قاعد تفرقنا صافي